كلمتش عنها. دور الامهات لا دي جديده دي. لا طبعا يعني فكره ان انت ام فانت مجربه، يعني ايه تصحي الصبح تاكلي وتشربي وتجهزي ويروح تمرين 6 ويخلص ويطلع على مدرسه ويرجع ياخد درس ويرجع يروح تمرين تاني ويذاكر وينام ويبقى مؤهل وكواليفايد في كل الحاجات دي، مش سهله خالص. ونفسيته كويس عشان يعرف يلعب، وهي مستعده وساعات بتبقى بتشتغل لان ده حصل. فصناعه البطل، انت تعرفي حد عن قرب امهات عن قرب؟ طبعا طبعا كتير، بس الفكره ان هي انتحار الام اللي بتعمل كده فدائيه وهي مش بتشتغل، ما بالك بقى اللي بتشتغل. لان انا امي كانت بتودينا تدريبات وبتشتغل في نادي وتودينا الصبح ونتمرن بعد الظهر وحاجات كتير، فالموضوع مش سهل خالص. فاحنا لو هنبتدي هنبتدي من البيت، فالترند الحقيقي اللي الناس مش شايفاه هي ماما. بالظبط. في امهات سافروا، مامت الجندي وليه اخ كمان بطل، يعني احمد ومحمد الجندي الاثنين ابطال هايلين بصراحه، وامهم كانت معاهم والكابتن بتاع محمد بيلعب ايه؟ خماسي. خماسي برضه. احنا اولا لازم قبل اي حاجه طبعا تاني وتالت ورابع وسابع وتاسع وعاشر نحيي ابطالنا ونحيي النجوم اللي دلوقتي لازم يتقال عليهم نجوم، وكلهم كل الحب وكل الاحترام طبعا احمد الجندي وساره سمير ومحمد السيد على انجازهم الكبير، وطبعا اكيد